سلامات للجميع. بين ايديا في لغز حي العقول وما حدا قادر يعرف يحله. في عندي مثلثين بنفس الحجم فيهم اشكال هندسية، كل شكل في المثلث الاول حجم متطابق مع توأمه في المثلث الثاني، بس لما تغير مكانهم في المثلث الثاني حصل شيء عجيب، هو ظهور مربع فارغ غير موجود في المثلث الاول، مع انه احجام المثلثات متطابقة واحجام الاشكال اللي فيها كمان متطابقة بشكل دقيق جدا، نفس القياسات اللي تغير فقط هو مكانها، الازرق قد الازرق، الاحمر قد الاحمر، الاخضر قد الاخضر، والبرتقالي قد البرتقالي. فمن وين اجا المربع الابيض؟ بتمنى من جميع اللي بيشاهدوا هالشريط انهم يساهموا في حل هاللغز ويكتبوا ارائهم في مساحة التعليقات اسفل هالشريط. بتمنى تبعتوا رابط هالشريط لأكبر عدد من أصدقائكم حتى يشوفوه ويساهموا في حل اللغز. إذا حابين تشوفوا أشرطة أخرى من إعدادي، اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة. إلى اللقاء.